تستعد المملكه العربيه السعوديه لاستقبال المعتمرين من جديد بعد توقف بسبب ازمه كورونا منذ مارس الماضي ب 2020، السلطات السعوديه اذا اتخذت القرار بعوده المعتمرين لكن هذه المره على عده مراحل وضمن عده شروط. المراحل ستكون على اربعه، الاولى سيسمح للمواطنين والمقيمين من الداخل اعتبارا من الرابع من اكتوبر اكتوبر 2020 ان يبدا بمناسك العمره بنسبه تصل فقط الى 30% سيسمح لستة آلاف معتمر في اليوم. بالمرحلة الثانية ستكون أيضا النسبة ارتفعت للمواطنين والمقيمين من الداخل اعتبارا من الثامن عشر من أكتوبر 2020 بنسبة تصل إلى خمسة وسبعين في المئة. في هذه المرحلة سيسمح لخمسة عشر ألف معتمر وأربعين ألف مصلي في اليوم لأداء المناسك والصلاة. في المرحلة الثالثة سيسمح للمواطنين والمقيمين من الداخل وأيضا من الخارج اعتبارا من الأول من نوفمبر 2020 بنسبة تصل إلى 100 في 100. وبذلك سيكون مسموح ل 20 ألف معتمر و 60 ألف مصلي في اليوم حسب وزارة الداخلية السعودية. بهذه المرحلة الرابعة سيكون هناك ارتفاع بنسبة 100 في لكل من المواطنين والمقيمين من الداخل والخارج لأداء مناسك العمرة. لكن عندما تقرر الجهة المختصة زوال مخاطر جائحة كورونا بالكامل. بالمرة المراحل الثلاثه ستكون طبعا حسب الطاقه الاستيعابيه والتي ستراعي الاجراءات الاحترازيه الصحيه بالنسبه للمعتمرين وسيكون عمليه تنظيم الدخول للمعتمرين عبر تطبيق اعتمرنا الذي ستطلقه وزاره الحج والعمره لمتابعه تفاصيل المعتمرين خلال هذه المراحل اذا ما القينا نظره طبعا على ايقاف مناسك العمره بالفتره الماضيه كان اول التعليق ب الرابع من مارس 2020 لإيقاف انتشار فيروس كورونا ومنع وصوله إلى الحرمين الشريفين. آخر التطورات فيما يخص انتشار فيروس كورونا بتاريخ الثالث والعشرين من سبتمبر 2020. عدد حالات الإصابة وصلت إلى 330798 حالة. عدد حالات الشفاء 312684 حالة شفاء. أما حالات الوفاة وصلت إلى 4500 و حالة. العمر بالأرقام بعامي 2018 و2019 كنا شهدنا ارتفاع لأعداد المعتمرين بنسبة قاربة 4.6% في, في عام 2019. تخطت 19 مليون و150 الف معتمر بالمقارنه بعام 2018 والتي كانت عند 18 مليون و300 الف معتمر اعداد المعتمرين من الخارج ب 2018 كانت قفزت ب 10 في 100 ب 2019 ل 7 مليون و450 الف معتمر مقارنه ب 6 مليون و760 الف معتمر ب 2018 اما اعداد المعتمرين من الداخل فكان كانت ب 2018 11 مليون و500 الف معتمر قفزت الاعداد لحدود 1.3% لتصل ل 11 مليون و700 الف معتمر حسب الهيئه العامه للاحصاء السعوديه المستهدفات التي كانت وضعتها رؤية 2030 بالنسبة لقطاع العمرة أن يصل عدد المعتمرين في هذا العام 2030 إلى حدود 30 مليون معتمر، وسمعنا تصريحات من نائب وزير الحج والعمرة عبر حسابه في تويتر ذكر بأنه الاندماجات والاستحواذات في قطاع العمرة ستخفف بشكل كبير التكاليف التشغيلية لهذا القطاع، إلى جانب الاندماجات والاستحواذات التي ستساهم في زيادة الأصول والقدرات الماليه